مش قيم هذه التجربة في الكلوب جينيرالمون كذا. انا ديما نقول الكلوب هي الجمعيه، ديما نقول الكلوب هي الجمعيه الاولى اللي قلنا احنا اللي زادت عرفتني في تونس. يعني ديما نقول واحد ساقه والفضل الربي، وبعد ترجع للجمعيه اللي هي الجمعيه الاولى اللي كورت فيها الكبيره، نقولوا احنا اللي ورتني احنا الجماهير اللي عرفتني، خاطر تحب ولا تكره النادي الافريقي من اكثر، مش من اكثر، حتى نقول اكثر جمعيه في تونس راهي تعرف جوالات، شرطو اللي يكور فيها ويعطيها بقلبه رب، خاطر القاعده الجماهيريه اللي عندها الحقيقه كبيره برشا. وكانوا يحبوك انت واش؟ الحمد لله، ما يعني خاطر يعرفوا قيمتي الحقيقه. ما انا ما كان العباد لا عندي لا ناقص لا زايد، انا يعرفوني نمشي نترينا ونروح. كي نقول لك ماسكيرانو هذه غنيه ماسكيرانو، انت ديما قلت لك الجروب هذاك يمكن تظلم الجروب هذاك، ما لازم خد تسمى جروب. انت حتشوف في البريس قعدنا، ما نش باش نقول عندنا 23 جوار، ما عندنا كان جوار نيفو عالي على الاخر، كان كنا نجم ونعملوا خير من اللي عملناه برشا. هي ذيك الجينيراسيون خسرت 45 مبا، خسرنا خمسه، اما ما خمسه راهو انا عمري ما ننساها هذاك، رانا عشنا حاجات عشنا حاجات مثلا شنو؟ باهي منهم ماشيين، خاطر كيما تعرف في نيجيريا وبرتي من خاصة نتاع العشية يجيك الحاكم يقول لك راهي البلاد تخرج على السايت. برتي من خاصة نتاع العشية. صح احنا ماشيين هبطنا في لوين هبطنا حاسين واخذين الكار. احنا ماخذين الكار عشيك واحد 100 ملوح. والله واحد 100 ملوح. ظهر عنده مديدة معناها. بما ساقين باش تلعب الماتش. لا ظهر عنده مديدة معناها. عرفتك والنسر ينقر فيه. والله منع حاجات. والله منظر. ودي يبيعوا في السلاح قدامنا تحت تيران. يا مال بيع في السلاح اون بلوس ريتك باش تدخل التيران نبا تدخل على السوق اي تدخل على خاطر سوق ضيق من ريت الكار تعدى من السوق ما ريت الكار ماك تعدى من السوق معنا تنجم تبدا كار عارض من الاخر شو تمثل فيه وينبا عندها رئيس مافيوز فهمت نحن هدوكو مقطع حاجة هدو مش من انا مش هدوك بطريقة نقولوا نحن جايك من اما الحاجات اللي قاعدة تتعمل في التيران حاجات مختلفة مثلا اكزامبل نحن نعمل في الاشافمون الرئيس دخل بالكهرباء خارج رسم التوار تاع الكهرباء ويرمي في الفلوس والله يرمي في الفلوس فهمت يضربوا فينا بالبطاطا هاك تخش بهم يضربوا في البطاطا معنا وهي بطاطا يبدا فيها لام ولا يبدا فيها مسمار يا معلم فهمت اسير نعطيك من الاخر الاربيت الكيزفر الحمد لله الحمد لله لا لا باش تعرف الاربيت نورمالمون اي اربيت الكيزفر يزفر معنا في وسط ولا؟ ايه وسط تيران يزفر يزفر باخذ التونيل هو مش هذا تخاطر هو الفيستير الفيستيرات قراب فهمت الجازون معنا بريسك 3 متر وصل قرب 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 الفيستيرات وزفر وتخلي يجري وقت نتذكر مصر بوكونغ داخل وراه يجري فهمت مي هذا ما يعنيش اللي زاد نحن النمر احنا الحقيقه كنا ما نجموش ما نجمناش نتيحوا في البيج هذاك كما تعرف ورجع وقتها مش نلعب ماتش روتور وكنا نجم نترشح صحيح صعيبة خمسة خمسة اثنين هاي انت مين المشكلة مش في صعيبة الخمسة المشكلة اللي عرفت واحد واحد ضعلي وفاق ضعلي وفاق اثنين واحد وضيعنا برشا وحاجة اخرى بريسك قلوا نحن ثلاثة ولا اربع جولات ما لعبوش اللي اعطاه حمر اعطاه واللي اعطاه دوزيام اعطاه فهمت معناها كم فهمت هربت بيا قبيلك قلت لك شنو حكاية ماسكيرانو قبيلك الجمهور هذه حاجة كما هكا الملاعب دوبا طلع جديد تشجع ولا أكيد تشجع أنا ماك تعرف راهو مش أي جوار باش يجوا غنيو علينا احنا وقتها غنيو على الجروب كامل أنا نزيد واحد يقولوا نحن اللي العباد اللي وصلت غنت عليك ولا تصفق لك ولا هذيك اللي عاطية فيك ثقة لأن احنا عندنا عقلية في تونس شبيه يسب عادي باش يسبك أنت دخلت في دومين دومين الكره انا تقبل كل شيء لازم تقبل كل شيء كيما في الباي كيما في الخير صحيح هذاك الجمهور اللي سبك يجي نهار يصفق لك انت ما تنجمش تحكم على مش ناس كل تفهم كوره مش ناس كل تتفرج فرد عين انت كيما قلت لك هنايا ذا وقت علي انا وزو وزقو كل فهم حتى كيما قلت لك الجينيراسيون هذيك كنا نجم نعمل خير من هكاك برشا ناخذوش كيفاش كان من الكلوب مرتين انت خرجت مره مشيت للامارات ومره خرجت للامارات انا جيت خرجت بري خرجت بري للناس ما تعرفش خرجت بري الوحده الاماراتي
لعبت بري الوحده دخلت فلوس للنادي الافريقي اللي ممكن الناس ما تعرفهاش، دخلت بريسك 400 ولا 50 الف دولار. ليه معروف ان وقتها بري بو معناها فهمت، مشيت عملت عام باهي غادي وكان بسيلي برشا حاجات يعني كنت نجم نجلس كنت وكانوا باش يخدموا خاطر مشيت بري انا. مين ديما نقول لك في الكوره فيها الباهي وفيها الخايب، اللي ماما اللي باش نحكيو على الكونترا باش نحكيو على كل شيء، عملت ليغامون كروزي اللي جالي بعدها على كل جوار وعلى كل عبد فهمنا. اوتوماتيك ما باش تعمل كروازي يلزمك برشا وقت فهمنا. كاوما انا ما كتبش رجعت لتونس والحمد لله عادك رجعت اللي رجعت فيسا انا يعني بريسك 3 شهور و 20 يوم رجعت نكاوما فيسا 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 الحمد لله. والخرجة الثانية الخرجة الثانية جيت لدوسلدورف فهمت، اللي هي الخرجة هذيك بريسك جامعي بقات عام تتبع فيا. جيت وقتها جيتني في الشتاء عطاو اوفر للنادي الافريقي وقتها هو شكون الرئيس وقتها نتاع السيزي جمال عطروس. جمال عطروس ما قبلش وانا مزال 6 شهور معناها بريسك عطاهم ليسونس اكونت لورو وقت انت ما قبلش. وكما قلت لك واي واحد راه وقت عمري في 24 سنه من اي واحد كيمشي يجي الفرصه يحب يخرج انت مو بزاري وقت مشيت عملت بري كونترا خلصت فان كونترا خلصت اي جاي لوفر من الرئيس ما حب فهمتك ومن بعد وقت صارت الثورة ساهمت في اللاتخة لأن طالك اليوم دفعت مليون ونص شوف لا لا دفعت أكثر بالحق؟ ما دفعت أكثر حتى خرج مونتون مليون ونص قليل قديش؟ مليون ونص دفعته للملعب التونسي. أوكي قديش دفعت؟ لا علينا ما أكثر معناتها مازلت عندك عندها بلاصة في الثقة لا عندها. أسمع مش نبدأ واضحين نجم يقول شبيه يحكي هكا كريم و أنا معظم الجمعيات عندهم بلاصة في قلب باش تقول لي عليه على خاطر معاملتي معاهم كانت بروفيسيونيل فهمت بروفيسيونيل من الناح اللي نقدرك تقدرني صحيح الحمد لله النادي الفريق تحب كما قلت لك هي الجمعيه الاولى اللي حطتني اللي عرفتني ديما اذا نرجع وراء واحد الحمد لله اللي ساقوا وقولوا نحن وخدمته وربي سبحانه ومن بعد تجي الجمعيه اللي عرفتني يعني ديما ما ننكرش يعني انا حاجه في بين ما ننكرش فهمت معناها عادي وانا حتى اي جمعيه اخرى كانت نجمه تسير لها اكيد وانا ريت منها الباهي اكيد باش نقف معاك.